تعرضت الفنانة المصرية رحمة أحمد بطلة مسلسل الكبير أو الجزء السادس لوعكة صحية عقب انتهاءها من تصوير مشاهد العمل الذي شهد ظهورها الأول وحققت من خلاله نجاحا كبيرا. وكشفت رحمة أحمد تفاصيل حالتها الصحية في مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون المصرية، موضحة إنها تعاني من وجود حصوات على المرارة وخضعت للعديد من التحاليل خاصة وإنها تعاني من مشاكل في الكلى. وأشارت رحمة أحمد إلى إنها تستعد لإجراء عملية جراحية لتفتيت هذه الحصوات خلال الأيام المقبلة. ومازحت رحمة أحمد لميس الحديدي بالقول إنها أصيبت بالحسد بسبب إطلالتها بمهرجان المزاريطة السينمائي الدولي الذي أقيم ضمن أحداث المسلسل. وأثير جدل حول الفنانة المصرية الشابة رحمة أحمد مؤخرا بسبب تغريدات نسبت لها عبر موقع تويتر تنتقد طريقة التعامل مع الممثلين الصاعدين في مصر. لكن رحمة أحمد كتبت منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: يا جماعة أنا ماليش حساب على تويتر ولا هعمل، وكل التصريحات اللي عمالين تنقلوها من بعض دي مش بتاعتي ولا تيك توك كمان، وقريبا هاخد موقف قانوني. وكانت الفنانة رحمة أحمد قد أثارت الجدل في الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس بعد ظهورها بزي الممرضة كنوع من الإثارة لزوجها أحمد مكي في ليلة زفافهم، ما أثار غضب الممرضات المصريات اللواتي اعتبرن المشهد إهانة لهن وتشويه لسمعتهن. وردت الفنانة الشابة على الاتهامات التي وجهت لها من نقابة التمريض المصرية والتي تتهمها بالإساءة إلى الممرضات المصريات وإظهارهن بأنهن سيئات السمعة. وكشفت رحمة أحمد سبب عدم ردها على الاتهامات التي وجهت لها قائلة: أنا أوضح حاجة معناها إنها مش واضحة، ولكن المشهد ده واضح بدليل إن الناس كلها ضحكت عليها وده الرأي أكشن الصح. وأضافت رحمة أحمد خلال استضافتها بأحد البرامج الإذاعية: دايما ألاحظ لما بروح أكشف في مستشفى الطريقة اللي الممرضات بينادوا بعض بيها، ولما صورت مشهد الممرضة لقيت نفسي بنده زيهم وأقول يا لبنى فين مريض 307. وبالنسبة لتعليق المحلول فده كان مكتوب على الورق من الأول.